السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي وشوفوا المحتوى اللي كنقدم، ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش تصبغي شعرك وتغطي الشيب بالحنه غويال باللون البني بطريقه سهله بدون ضرر، وفي نفس الوقت مقويه وغذيه للشعر. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير، نتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم. على بركه الله نبداو في تحضير الصباغه الطبيعيه بالحنه غويال. اول حاجه غنوجدو المنقوع باش نخلطو به الصباغه. واحد الكاسرونه كندير القدر الكافي ديال الماء، كنضيف جوج معالق صغار ديال القهوه، قهوه من النوع الجيد، كنديرها على عافيه ميله حتى لدرجه الغليان وغندوز نحضر معكم الصباغه. اولا البنات القهوه ديالي واجده، غندوز نصفيهم كيما معكم الوصفه. غنحتاجو حنة غويال باللون البني، باش تصدق ليكم الوصفة البنات يجيكم اللون البني. تبعوا المراحل اللي قلت ليكم، تبعوا الوصفة خطوة بخطوة. بعد ما ضفت حنة غويال باللون البني، كنضيف صفرد البيض الغني بالبروتينات، كيرطب الشعر وكيطولو. بالنسبة للكمية على حسب الطول والكثافة ديال الشعر ديالكم، إلا كان شعركم طويل ضعفوا الكمية. كنضيف معلقة ديال الماسك خاص بالشعر أو بيان دي ميلور على حسب النوعيه ديال الشعر ديالكم، كيرطب الشعر وكيعطي اللمعان. كنضيف معلقه ديال الشامبوان، بالنسبه ليا كنستعمل هذا النوع اغباليسونس البنات، زوين بزاف، ما فيهش السيليكون ما فيهش البارابين، زوين بزاف. كنت حطيت لكم واحد الريفيو واحد الشورت نخليه لكم هنايا وبيان في صندوق الوصف، شوفوها البنات. غنضيف معلقه، ضروري البنات من الشامبوان باش يعطي لنا داك اللون الرائع. ضيف ملعقه كبيره ديال زيت جوز الهند، ممكن تستعملوا اي زيت عندكم البنات، ماشي ضروري زيت جوز الهند. بالنسبه لزيت جوز الهند كطول الشعر وكتعطي اللمعان، ضروري ضروري من شي زيت البنات باش تعطيو لي ديغاتاسيون للشعر ديالكم وترطبو وتعطيه اللمعان. غندوب معلقه كبيره ونرجع لكم. كنضيف ملعقه ديال زيت جوز الهند، من بعد ما ذوبتها كنمسج مزيان المكونات. هذه هي الطريقه باش تستعملوا حنه غويال البنات، تبعوا المراحل والخطوات والنصائح اللي عطيتكم باش تصدق ليكم وتخرج لكم اللون البني بزاف. كما كتشوفوا معايا اللون البني بدا كيطلع. وباقي البنات غيزيد المنقوع ديال القهوة يثبت لينا اللون، متخلطوش بالماء، ضروري متخلطو بالمنقوع ديال القهوة. فوالا القهوه من بعد ما صفيتها خليتها تبرد شويه، كنضيف ليها الساشي ديال النسكافيه باش يزيد يثبت لينا اللون. كنخلط النسكافيه مع القهوه مزيان
البنات كل شيء واجد. دابا ندوز نخلط الصباغه، كنضيف القهوه شويه بشويه. نخلطوه مزيان، واحد الريحة طالعة يا سلام ديال البلسم والشوكة. هاد المكونات كيخرجوا ليكم الشعر رطب، واحد اللمعان فيه يا سلام، واحد اللون غزال. كيغطي الشيب نهائيا وكيعطي لكم لون بني غزال. بالنسبه للكمية على حسب الطول والكثافة ديال الشعر ديالكم. ولا البنات الصباغه ديالي واجده باللون البني بحنا بغينا الواجده. ندوز نوريكم طريقه الاستعمال. بالنسبه لطريقه استخدام هذه الصباغه، كنديروها من الجذور الى الاطراف، وكنديروا شي كيس بلاستيكي على الشعر ديالنا، وكنخليه واحد المده ديال ساعه، وتنغسلوه بالشامبو. وبالصحة والراحة البنات، نتبع عندنا إن شاء الله في الوصفة الجايين بإذن الله. في أمان الله، بسلام عليكم.